واخيرا حلقه جغرافيا لابو عدنان. صار لي بطلبها والله العظيم من زمان. خلاص جبنا لك اياها يا عفو الله مقواها، راح امتعها الجمهور الموجود في كل مكان. جغرافيا لا 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 لا، جغرافيا والسكان لا 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 لا، اغاني لا كلمات ولا اداء ولا الحان. لا 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 لا، السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في برنامج تحدي المعلومات، اقوى برنامج معلومات في العالم. ردوها علينا ان استطعتم. انا محمد عدنان. عبد الله الغافري. هذا هو الموسم الخامس وهذه حلقه بعنوان الجغرافيا والسكان. فعلا يا عبد الله، انه هاي الحلقه كانت مطلب خاص مني انا، صار لي سنتين بقول لهم بدنا حلقه عن الجغرافيا. يموت على الجغرافيا، ولكن شبكنا معاها كلمه ثانيه، الجغرافيا والسكان. اليوم راح نفصل الكره الارضيه تفصيل مجنون، يعني الكره الارضيه مع السكان اللي عايشين فيها. عبد الله، حصلك خمس معلومات جبارة ما أنزل الله بها. وأنا كالعادة مجهز له خمس معلومات، والله العظيم إنه ما يعرف عنها شيء. والله ما بعرف معلوماتي هو. طيب جاهز لحاجة رقم القصة؟ لا لحظة شوي. المسابقة. كالعادة الحلقات صارت ما فيها كذبة، ولكن كل اللي عليك تسويه عشان تشارك في المسابقة وتفوز بالألف دولار، قول معلومة إحنا ما قلناها في حلقة اليوم. على حساب عبد الله في الإنستغرام QQ تحت البوست الخاص بالحلقة. QQQ لو سمحت. شو كده؟ قلت QQ هاي شركة صينية مالت مراهنات. حجر ومقص بسرعة. الحلقة نار. تعال اخسر، مش تعال العب. لا تعال اخسر. حجرة ورقة مقص. حجرة ورقة مقص. جغرافيا عيلها. محمد، المعلومة هذه يمكن من أسرع المعلومات اللي بقولها لك في تاريخ تحدي المعلومات. يا سلام. لكن كان ضروري نجيبها في حلقة اليوم، حلقة عالم الجغرافيا والسكان. وبما أن احنا نتكلم عن الجغرافيا، فإحنا نتكلم عن الكرة الأرضية نفسها. طبعاً. طبعاً النقاش الكبير اللي داير من سنين وبنين، أن هل الكرة الأرضية كروية ولا مسطحة؟ للأسف أن أغلب الناس على بالهم أن الأرض كروية. ايش طلعت يعني؟ طبعا كرويه مش مسطحه. طبعا كرويه. استنسوا اهل ان الارض مسطحه وكذي. طبعا مش مسطحه بعد، والمصيبه انها مو كرويه بعد. ايش خذ الاكتشاف هذه اللي مو بالكل يعرفه، فانا قلت لازم احطها في معلومتي الاولى اليوم عشان ناسس الموضوع صح. الكره الارضيه هل هي مدوره كذي؟ هل هي كرويه فعلا مثل الكواكب؟ يعني يقول الكواكب كرويه. الكره الارضيه يا محمد ليست كرويه، إنما بيضاوية. أنا كنت أعشق لأنها كروية من مطلق كرة قدم، بموت في كرة قدم، عشقي، حياتي، رزقي. طلعت بيض وربي كعب ما بكل. بيض ما تاكل بيض. والله من 97 قاطع البيض وربي كعب 97. في النهاية وديتوها على البيض أخذتها من الكرة. إذا ما رحت أكلها أنت، اسمع إذا تكلم اسمعني. بس بعشرة تسأل بس وربي كعب. لو جبت لك كرة مثلاً وقلت لك كم محيطها؟ نعم. قلت لي مثلاً 30 سنتيمتر. نعم كامل. ديامتر كامل. نعم. إذا لو قلبت الكرة اللي هي المدورة. نفس الشيء. كم محيطها؟ نفس الشيء. 30 سنتيمتر. نعم. هذا هو الاكتشاف اللي اكتشفناه، اللي خلانا نقول إن الكرة الأرضية ليست كروية وإنما بيضاوية. ليش؟ تخيلوا معي أن محيط الكرة الأرضية من الشمال للجنوب مختلف عن محيطها من الشرق للغرب. فأنا مجرد ما أقول لك أنه مختلف، خلاص رسمية ليست كروية. مش كروية. رسمية. نعم. طبعا دول أحكي لك الفرق بينهم، بين العرض والطول، فهمني. من القطب الشمالي للجنوبي 40,008 كيلومتر. مش رقم بسيط. ولكن من الشرق للغرب مفروض يكون أكثر، أو على خط الاستواء. نعم كم؟ 40,075. شفت الفرق؟ يعني 67 كيلو بالضبط زيادة. الفرق 67. طالما موجود هذا الفرق هندسيا هذا اسمه شكل بيضاوي، خلاص خرج من الدائرة. يعني الكرة الأرضية بيضاوية وليست كروية. يعني بالعربي. نعم. صار في تيم جديد، تدخل معي؟ سلم. أنا معك، خلاص معك. بالعلم، أنا بالعلم، أنا أعشق العلم، أعشق العلم. في دليل. تتكلم بالعلم، تتكلم بحسابات ميجرمنت. صح. والله العظيم صح. احنا معي فريق. لماذا انكار؟ لماذا انكار العلم؟ ديننا يدفع للعلم ورب الكعبه. صح. ورب الكعبه يدفع للعلم للدين. صح. كل هاي يزيد من تقييم معلومتي، كمل. هو اللي بيحكي لك انه الكره مسطحه، مو بيغيظك يا رجل. يا رجل اطلع فوق، اطلع فوق. اطلع روح. اطلع فوق. روح. اطلع فوق وشوف بعينك، احكي لك عيونك تشوف، عيونك تشوف. اضبط عيونك، عندنا حلقه. مش عارف، بعدين لخصت كثير من الكلام. يعني انت يا محمد الحين مع فريق ان الكره الارضيه كرويه ام مسطحه؟ لا هذا ولا هذا يا عبد الله، فريق جديد. سلم علي. احنا اول اثنين في هذا التيم. نعم. يدخل معنا التيم يكتب تحت في الكومنتات تيم فريق ان الكره الارضيه بيضاويه. انا قلت لك ان المعلومه بتكون سريعه. نعم. بس نعم. يعني سكرنا موضوع، تخيل موضوع نقاش صار له سنين سكرنا. سلام. تخيل سلام كرويه مسطح سكرنا. سلم. سلم. سكرنا. 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 سلام عليك. اذا على ذلك عبد الله، اذا عرض الكره الارضيه اكثر من طولها ب 67 كيلو. معلومه جبار. اشكر بالله معلومه عندنا موضوع كامل سكرنا. 6.7. موضوع كامل سكرنا. 6.7. موضوع سكرنا شلون؟ 6.7. لازم احكي لك عبد الله، انا مقدم تحدي معلومات. 6.7
كم؟ انا بعرف المعلومه في تاريخ البرنامج ما اخذت يعني هالتقييم في بدايته. 6.7 مش راسب مش راسب. وانا اسف يا عبد الله بصراحه، معلومتي الجاي اقسم بالله العظيم راح تقيمها اعلى من هذا التقييم، لانك تعرف اني ما اظلم. والله بعرف لك منصف، والله اني بعرف لك انسان منصف. يلا روح محمد، خليك معلومتك الجايه. 4,350,000، ايش رايك في الرقم ذي؟ رقم عنيف وجبار، بس رقم لايش هذا؟ ريال قطري. لمين؟ هذه قيمة الجواز السنوية اللي قدمها بنك دخان حق أعضاء حساب التوفير ثراء. والله يوم سمعت عن حساب التوفير ثراء اكتشفت إني غبي إني ما سجلت فيه. بمجرد إنك تفتح لك حساب التوفير ثراء، تدخل السحب على الجواز، واسمع الجواز، 3 جوائز كبرى سنوياً كل واحدة 1,000,000 ريال. عفوا الله، مليون. 30 جائزة شهرية كل واحدة 5,000 ريال. إذا فزت ربح كبيرة. بالضبط، توتال 273 فائز في السنة. احتمالية فوز كبيرة. يا رجل أنا مرة قاعد مع موظف عندهم قسم بالله، قال لي قصة حلوة. إيش؟ فالبنية توها فاتح حساب، فتحت حساب، لأنه هو حساب بس منها فلوس أنا عندي في هالبنك، لا والله بحطها في حساب ثراء، يمكن أفوز. قسما بالله 1,000,000 ريال، فازت بمليون هالفلبينية. روعة. محمد وين الحلو في الموضوع؟ أنت الحين عندك مبلغ في البنك. قاعد المبلغ. مو مستثمر ولا مسوي فيه شيء. افتح حساب ثراء، حط 10,000 ريال. وعلى كل 1,000 زيادة فرصة فوز. يعني لو عندك مثلا 50,000 مو قادر تحركها، ما تعرف ايش تسوي فيها، خلها هناك. 50 فرصة فوز بالجواز الكبيرة اللي قلت عنها. وأحلى شيء في الموضوع إنها مو بوديعة، تعرف الوديعة صح؟ ضغطت سكر عليها. لا هذه فلوسك موجودة وتقدر تسحبها في أي وقت تبي. روعة والله. شكرا للراعي الماسي بنك دخان، وشكرا لدلع الدائم لعملائه. اسمع يا عبد الله، اول معلومه راح ابلش فيها في حلقه اليوم هي معلومه المفروض تكون بديهيه جدا في حلقه كحلقه اليوم، عالم الجغرافيا والسكان، بسيطه جدا صح؟ اوكي. ولكن هل تظن يا عبد الله اني انسان بسيط وكلاسيكي لاجيب لك معلومه ضعيفه؟ لا والله، هذا ليس ديدني، فانا لست الانسان الذي يعرف بما لا يعرف ولا يهذي بما لا يعلم. متفقين؟ هاي غزال لمعلومتي الاولى صح؟ بدايتنا كلش مو طيبه، والعنوان انت مختاره، يعني انا كره الدنيا كلها. لا والله لا تحب الجمهور حابب. اخر موسم هو الخامس على العموم. المعلومة يا عبد الله عن تعداد البشر وعن عددهم منذ بدء البشرية. منذ أن خلق الله سيدنا آدم عليه السلام قبل 33,000 عام. أول مرة بحياتك تقولها صح وفي مكانها. في مكانها صحيح. والله في مكانها صح في مكانها صحيح. منذ أن خلق الله سيدنا آدم قبل 33,000 عام. نعم. أول شيء يا عبد الله، في آخر سنتين صار في حدثين عمالقة جبابرة أكتاف أم علي. كأس العالم. رب الكعبة ما له دخل، انا بحب كره قدم صحيح بس ما لهش دخل الان يا عبد الله. كورونا ما لهاش دخل. احداث كبيره شنو اكبر؟ اصلا كورونا صار لها 3-4 سنين. صح يا عبد الله. صح. اخر سنتين ايش صار؟ اول شيء واضح اني ما بدأت معلومتي الاولى، فقاعد احاول اعوض في معلومتي. اول شيء يا عبد الله انه تعداد السكان في هذا العالم وصل الى 8 مليار لاول مره نضرب 8. اوكي. ضربنا 8 صرنا 8 مليار. واضح صح. يعني العدد اكثر من تقييم معلومتي. نعم صحيح. زين. الموضوع الثاني يا عبد الله هو انه الهند تجاوزت الصين. صح. في عدد السكان. صح. طول عمرنا بنقول الصين الصين الصين، اجت الهند. والله تجبرت. والله تجبر الهنود عن فين ورب الكعبه اللي دوم يا عبد الله. وي كيم ما ادري شغله. زين اوكي كمل. بنستنتج من ذلك يا عبد الله اذا انه عددنا قاعد بيزيد بشكل مهول. صح. صحيح. ورب الكعبة غير صحيح. ايش غير صحيح؟ عددنا مخيف، صرنا 8 مليار. ايش فيه؟ هل تعلم يا عبد الله انه بين سنه 1959 وسنه 1999، يعني في هدول 40 سنه، زاد عدد البشريه من 3 مليار الى 6 مليار، يعني زدنا 100%. صح. في 40 سنه عبد الله بتخيل زدنا 3 مليار في 40 سنه، يعني كل سنه بنزيد بنسبه 2% بزيد عدد البشر. يعني الفتره هذه متى؟ من كم؟ من 59 ل 99. ما هو معنى ذيك الفتره ما في وسائل ترفيه، الجدول الوحيد هو الزواج والتكاثر. التكاثر نعم. 3 مليار شلون صاروا؟ كيف صار؟ ما في ماري بارتي، ما في كره قدم، ما في شيء. لا في كره قدم اسمها الابيض والاسود. مش عارف. اما الان يا عبد الله فمعدل الزياده السنويه هي 0.88%، رقم ضعيف جدا. نعم لازم ندير بالنا يا عبد الله، لازم نتكاثر يا عبد الله، والا حنختفي، سنفنى، سنذوب. ما ادري عنك كانت يا ابو ولد وبنت وقفت. وقفت شد العادي. مش قادر انا ما شاء الله 109. مش قادر. طب مش قادر شو اعمل؟ مش قادر ايش يعني يا عبد الله؟ احنا الان سنه كم؟ 23 من هون ل 2100 ضايل 77 سنه صح؟ ايه. كم حنزيد فيهم؟ بس 3 مليار حنوصل 11 مليار البشريه، ضعاف اجسامنا صغير مش قادرين نتكاثر. وقفت. مش قادرين نتكاثر يا شباب صغير. مش قادر تتكاثر كذي. مش قادرين. بدنا عمالقه يساعدونا. مش قادرين يا عبد الله. مش قادرين. عمالقه يساعدونك؟ كان يا عبد الله القرن الماضي في 40 سنه تجبروا تجبروا زادوا 3 مليار. صراحه يا محمد سبب من الاسباب. ايش؟ موضوع ايش؟ شو؟ الشواذ سبب. مالهم؟ الشواذ سبب. مالهم؟ احنا في كل مكان. ايش فيه؟ بيحبوا بعضهم نفس الاشي. يعني شنو يعني؟ طيب اجيب لك المعلومه اللي بتنتظرها يا عبد الله. كم عدد البشريه
منذ خلق الله سيدنا آدم عليه السلام قبل 33,000 عام. أتوقع. يلا إذا إحنا الآن 8 مليار بس من وقتها كم إحنا كم يلا ضيف إجمع اليوم كلهم كم من آدم. نعم إلى اليوم. لحظة شوي. سيدنا نوح محسوب. طبعا محسوب. فرعون محسوب. محسوب عنيف واقف غرق في المي موجود نعم موجود. أعطيك رقم؟ يلا شكلنا ألعب معك فوق وتحت يلا العب. 100 مليار فوق 140 تحت يعني الرينج ماني حلو. نعم قريب 120 تحت شوي 115 وربك على جبتها. يقال 115 مليار بس بدك تعرف يا عبد الله ما في مصدر أكيد 100% طبعًا. ولكنها توقعات ومصادر وما إلى ذلك. 115 مليار منذ خلق الله سيدنا آدم عليه السلام هذا عدد البشرية. في منهم 8 مليار عايشين اليوم يطلعون الحلقة هذه واثنين يقدمون برنامج. سبحان الله شوف الدنيا. يعني يوم المحشر هاي يبيلها أبو خالد مو بنت. بطلع معك دين وطين هاي. اعتبرني أبو خالد اعتبرني أبو خالد يعني تفضل يعني ممكن يوم القيامة نكون 200 مليار. إيه شوف يا أخوي قسم بالله قسم بالله ما بس حركة غتر صح. يتوقع ما بتعرف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين وأشر ما بين السبابة والوسطى يعني ما بتعرف يعني قريب جدا يوم القيامة ما بتعرف. وارزقنا الجنة قول أمين. اللهم أمين. طيب عبد الله شو أكثر الحمد لله سويت الحمد لله أنا سويت برنامج دين وطين. خلي برنامج الكروي ينفعك يعني بذمتك عطني حلقة من حلقاتك الكروية تجيب لك أجر. اللهم لك الحمد. أغلبهم ما فهمت يعني تدعي لزيدان ولا شو ما فهمت. أبتغي وجه الله عز وجل في حلقاتي وبناصر الأمة وقضاياها والله يا عبد الله وأن يترفه الناس بالخير مش في الشر يا عبد الله. بعد تحدي المعلومات كلها خير ان شاء الله واجر طبعا مالك. طبعا تاثير يعني انا قناتي كلها اجر وخير صحيح بدل اسمها حلقه الخيريه بعد. والله معلومتك حلوه يا محمد صلاح صدق بعطيك تقييم اعلى. تقري خلصت انا ما خلصت اعطيك الان اسلخك معلومات سريعه سكانيه يا عافية. حرام عليك معلومتي صارت ظفر قدام معلومتك حرام عليك ازاي عبد الله حرام عليك خلاص الارض بيضاويه يعني انا انهيت نقاش كبير كان ابدعت والله انك ابدعت ايش شغلك نجحت فيها. اسمع عبد الله الان احنا قلنا 8 مليار صح ايش اكثر قاره فيها سكان بين 8 مليار كم اسيا احسن فيها الهند والصين صح وربك عم صح كم عددهم فوق 50% 4.7 مليار فقط موجودين في اسيا يلا طب عبد الله ايش اكثر ديانه منتشره في الدنيا المسيحيه بالضبط بالضبط ولذلك سيدنا عيسى هو أشهر انسان على وجه الارضيه بفوق 8 مليار ولكن يا عبد الله كم عددهم معتنقي الدين المسيحية؟ لحظة شوي المسلمين نعم ولله الحمد في 2023 قريت الخبر انه صاروا 2 مليار نعم الديانة الإسلامية هي الثانية من ناحية الانتشار ب 2 مليار وهي أكثر ديانة انتشارا كسرعة انتشار نعم حسب وتناسب ولكن المسيحية يعني 2.3 مثلا كمان شوي 2.5 كمان شوي 2.6 سلم عليك 2.6 بليون نعم أحسنت واو الصراحة محمد واضح أن الدين الإسلامي جاي اصبر بس انت اصبر وواحدة من الاسباب الاساسية طبعا غير السوشيال ميديا اللي قاعد يأثر في موضوع الديانات نعم ليش بيزيد اكثر الدين الاسلامي ان شاء الله نعم لان الملتزمين من المسلمين اكثر من الملتزمين من المسيحيين في ديانتهم صحيح وهذا الشيء يأثر ويزيد ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله نوصل 3 مليار فريقنا ان شاء الله يوصل 3 مليار سنة 2035 طيب قلت لك عبد الله انه عدد السكان في الهند فاق الصين صح؟ صح كم الان وقت تصوير الحلقه كم عددهم الاثنين الهند 1,428,000,000 الصين 1,425,000,000 بينهم فقط 3 مليون تخيل سباق مخيف 3 مليون الفرق بينهم طب اعطيك معلومه كمان يا عبد الله مالك مصدوم حتقول لك معلومه اخرى الان عن الكثافه السكانيه انا قاعد خير السباق شلون السباق كيف عنيف ايه عنيف سباق عنيف اولاد كثير اولاد I got one سباق عنيف عنيف انا بالنسبه لي حتى لو الهند طافوا الصين بس الى الان الصين عندها جبروت غريب القانون الى الان ماشي عليهم تقنين نعم تقنين الخلف اللي هو عندك واحد ولا الحين تو مسموح لهم واحد ثاني الهند فش ايش you can bring it any time جبار الهندي الهندي عنيف طيب يا عبد الله وين اكثر مدينه في العالم فيها كثافه سكانيه ناس محشورين كثير ملزقين في بعض كثير وين كثير ملزقين كثير في كثافه ليش احس انها بعد في اسيا وربك عبد انها اسيا نعم وربك عبد انها اسيا ممكن تشرح لي الكثافه السكانيه يعني على اي اساس حاسبها انت نعم الكثافه السكانيه يا عبد الله هو عدد كبير من الناس متواجدين في منطقه جغرافيه صغيره كل ما زاد عدد السكان على مساحه ضيقه يعني في كثير طبعا في مدينه رسميه تعتبر نعم يعني كم نسمه في الكيلومتر المربع الواحد كل ما زاد العدد في الكيلومتر المربع يعني كثافه سكانيه كثير موجودين كثير يعني المفروض ان العقار كثير. غالي نعم العقار غالي انا بتكلم الان يا عبد الله عن عاصمه اسيويه مشهوره اسمها الحقي امان الله لنتكلم عن مانيلا الفلبين كيف بيحكوا
شنو كيف يحكوا؟ انت بتكره كل العالم فيني؟ لا اوكي سير. في مانيلا يا عبد الله الكثافة السكانية تصل الى تي بايب. لا تصل الى، لا لا مش تي بايب، 43 الف نسمة في الكيلومتر المربع الواحد. يعني يا عبد الله لو جبنا، يعني يا عبد الله لو جبنا مساحة 10 متر في 10 متر طول بعرض رسميا في 4.3 شخص، وهذه تعتبر نسبة مخيفة جدا. شنو يعني 4 فاصلة؟ يعني يعني 4 اشخاص ورجيل مثلا؟ شنو يعني شو 4.3 كنسبة؟ نسبة طبعا فراكشن. خلص معلومتك اللي عبارة عن حلقة كاملة ولا لا؟ ممتعة ولا مش ممتعة؟ بالله ما هي ممتعة. ممتعة طبعا، وبعد الارض لما تكون بيضاوية والله العظيم ممتعة. اقيم خلاص اكيد خدمت على الجغرافيا ولا ايش بتصرف؟ بالضبط كاين استنى هالحلقه عشان احكي المعلومه. يلا سلام. زين عبد الله كاين استنى هالحلقه عشان احكي المعلومه. اي والله استنى سنتين الحمد لله والله. شو المعلومه؟ قلنا هند وقلنا الصين وقلنا الفلبين ونتكلم عن المسيحيه وعن الاسلام حلقه كامله والله. حلقه كل ايش سيدنا ادم عليه السلام وتكلم. يا طبعا انتوا عارفين ليش الابداع وليش الدنيا والمعلومه. أخو المخرج صراحة والله حلوة 8.1. أوكي شكرا. أنت على بالك تقييمات 9 وفوق؟ لا لا انساليها شوي، انسال لازم نشتط أكثر، لازم نبدع أكثر. محمد خلي أعطيك معلومة عن الراعي الذهبي في حلقتنا مرسيدس. هل تعلم يا عبد الله أن أول سيارة في العالم صنعت كانت مرسيدس؟ والله معلومة حلوة. بس الحين العالم تغير، السيارات الكهربائية هي اللي ترند، هي اللي ترند. مرسيدس تدري انهم طغوا في هالموضوع؟ عملوا اسطول سيارات كهربائية مجرم. وانا تبي الصراحة افكر اخذ اللي هي نفس سيارتك بس كهربائية. يا عفو الله، اللي هي الاي كيو اي تربل جي اي كيو جي من الجي كلاس. نعم انت شفت الاي كيو جي شلون تلف؟ ما تبتيج على الدوحة يا عبد الله بالله. هي ان شاء الله قريبا نص، يعني ان شاء الله نص السنه. ومش بس يا عبد الله، فئه الجي اللي فيها سياره كهربائيه، يعني مثلا يا عبد الله الاس كلاس في منها اي كيو اس، الاي كلاس في منها اي كيو اي، وهكذا احسب على كل فئه. لا وشكلهم بيجي خرافي، مميزات كهرباء خرافيه. الحلو في وكاله ناصر ابو خالد اللي هم وكلاء مرسيدس في قطر ان سيارات المرسيدس العالميه تجي بسرعه اول باول، ولا تضيعون الريت الحلو للي بياخذ الموتر اقساط. السكان يا محمد في منهم اغنياء وفي منهم فقراء. طبيعي. شنو عنوان معلومتي؟ ايوه الفجوه. ايوه بين الاغنياء والفقراء اللي قاعده تزيد كل يوم. هل تعلم يا محمد؟ مينو. وانصدموا يا متابعين. ايوه ان 1% من سكان الكره الارضيه ايوه يملكون 50% من ثروات الكره الارضيه. 99% عايشين على 50% الثانيه. 1% يعني 80 مليون يا عبد الله. الرقم بسيط. نعم مش بسيط. معاهم مصاري كثير. سؤال يا عبد الله، انت منهم ولا انت اللي منهم؟ انت اللي منهم. شنو يعني نص ثروه الكره الارضيه؟ شنو معنى الكلمه هذه؟ مصاري. بالضبط. كل الاموال والثروات اللي تم انتاجها في اخر 100 سنه، يعني ذهب والماس ونفط والفلوس نفسها والاحجار الكريمه وكل شيء. تبي تستمتع تبي تسمع ارقام؟ نعم. اسمع معي هالارقام. يلا. للاسف هالمعلومه تحزن والله. ايش في 720 مليون انسان ايوه تحت خط الفقر. لا لا مو فقير، تحت خط الفقر. الفقير على الاقل عنده شيء ياكله، عنده ما يقدر ياخذ شاور في النهايه، بس انه فقير فاهم. لكن تحت خط الفقر اعرف انه ممكن ما عنده اكل. 720 مليون تقريبا 7-8% من البشريه. رقم مخيف. نوع الفساد يا عبد الله. الموضوع فيه بوق. والله في فساد. اي والله قلبك ما يعورك لما تشوف مقاطع في السوشيال ميديا الناس اللي يبذخون بالاموال واللي يلعبون فيها، تلقى ناس في نفس الوقت ما عندهم اكل. لو الكل يطبق الزكاه يا محمد كان الدنيا بخير. فاز ديننا ورب الكعبة. هذا هو ربي والله. تبي معلومه نار؟ هات. في دراسه تقول لك لو فرضت ضريبه على كل المليونيريه والمليارديريه ضريبه 5% بس من ثروتهم تروح للفقراء والمساكين، حبيت كنا بنطلع من وراها 1.7 تريليون يا الهي الرحيم دولار سنويا. شو بنعمل فيها هذه؟ شو بنعمل فيها؟ فقراء خاص وزعها صح. ما في فقراء، بشرية وحياة. يعني تبيها صح كرقم؟ تنقذ 2 مليار شخص من الفقر. يعني إذا قلنا اللي تحت خط الفقر 720 مليون خلص خلصنا منهم وسكن على الفقراء كمان ابصر كمان سكن خلاص انتهى. سلم علي، بارك الله فيك، أعطيت الحل، أنت أعطيت الحل، بارك الله فيك. وطبعا ما يخفى عليك هالموضوع يا محمد في الإسلام. نعم. فالإسلام يجبر كل شخص. نعم. مش مليونير وملياردير. شوف الإسلام شلون صح. صح أنا قلت لك مليونير وملياردير 5%، لكن تعالي على موضوع الإسلام الواقعي اللي موجود في القرآن. نعم. 2.5% الزكاة من الجميع، طبعا لكل شخص بلغ النصاب، يعني حوالي يكون عنده 20,000 ريال. 20,000 ريال سعودي تقريبا. يعني مو بكل مليونير وملياردير، لا، فالإسلام يعود حتى الشخص العادي. نعم. إنه يطلع من زكاته المقتدر ولا يضغط على الفقير من لا يستطيع. سلام عليك. طغيت طغيت. بسوي لك مقارنة بس في فترة الكورونا. أيوة. بين المليارديرية وباقي البشر عشان تستوعب موضوع الواحد بالمية هذيلا شلون قاعدين يربحون. حلو. خلال أزمة كورونا سنتين هذول تقريبا سنتين. آه. في هالفترة فقط. آه. المليارديرية ربحوا كم؟ كم في الفترة هذه بس؟ 26 تريليون دولار. لا غير صحيح.
تريليون 12 صفر 12 صفر التريليون 1000 مليار حطوا لنا اياهم فوق مالك رص الاصفار هني يا عفو الله يعني 26 تريليون ربعوها المليارديريه واحنا كنا قايلين ان 1% مليارديريه ومليونيريه يعني اقل من 1% ربح الرقم المخيف هذا طيب الباقي يعني تقريبا 99.5% كم ربحوا كم دخلوا في الفتره هذه 16 تريليون دولار طاحوا المليارديريه المليارديريه اللي ما يجون نصف بالمئة يمكن طبعا. شوف كم دخلوا محمد تزعل لو قلت لك ان لكل مجتهد نصيب لا طبعا انا ترى مو يعني مو بحقد عليهم ليش يدخلون واحنا لا احنا شايفين احنا شايفين مثلا اللي هو جيف بيزوس وغيره يعني دخلوا فلوس استغلوا الفتره هذه استثمروا هل تعلم ان 1.7 مليار موظف او عامل يعني 20% من البشر مالهم ايوه اليوم مالهم عايشين في دول التضخم فيها زاد لدرجة صار فوق دخلهم الشهري يعني باختصار معاشه ما يكفي صرفه أكثر من معاشه 1.7 مليار شخص أو يعني عامل أو موظف وعلى فكرة التضخم شرحناه في حلقة الماء في الموسم صحيح. الأول هو أن تقل سعر العملة مال كثير ولكن قيمة قليلة كل هالكلام اللي قاعدين نقوله يا محمد للأسف أنه يقضي على الطبقة المتوسطة يعني لا تستبعد أنه بعد سنين ما في طبقة متوسطة غني أو فقير لأن الطبقة المتوسطة اللي هو عامل موظف مو قادر يعيش فبالتالي راح تلقى في المستقبل أن الأغنياء وهذا الشيء بين من الحين مسيطرين على العالم وطاغين ومتحكمين في الفقراء إذن ممكن يجي في بالك وبال المتابعين شنو الأسباب الرئيسية اللي قاعدة تزيد من هذه الفجوة بين الأغنياء والفقراء خلي أعطيك إياهم على السريع أول سبب عدم تساوي الاجور طبيعي مش راح تكون تساوي الاجور صح كلامك طبيعي بس لما تجي تحسبها هو واقع احنا عايشينه لما تجيب الحين مثلا نضرب مثال موظف من الهند هل معاشه نفس معاش موظف من تونس تلقى التونسي راتبه اعلى وتلقى الاوروبي اعلى من التونسي نعم فدائما الدوله الغنيه وهي اساسا غنيه راتب الشعب فيها اعلى من راتب الدوله الفقيره وهذا الشيء بيزيد الفراغ اكثر واكثر سوري الفجوه اللي بين الفقراء والاغنياء مع ان على فكره ممكن يكونون نفس المؤهلات وممكن واحتمال كبير يجيك الهندي نابغه اصلا بس راتبه اقل من شخص عادي في دوله ثانيه ثاني سبب وجود التكنولوجيا اللي خلت الفلوس هذه كلها متركزه في ايدي الشركات التكنولوجيه مثل تسلا وابل وجوجل وسبيس اكس انت شايف الارقام اللي عندهم وتهمشت باقي المجالات يا محمد صار التركيز على الالكترونيات واخر سبب يا محمد ان السياسات اللي تحطها الحكومات دائما تكون لصالح أغنياء أكثر يمكن لأنهم شايفين أن في فائدة تجي من وراء الأغنياء طبعا هي مصالح مشتركة المال أساس الحياة طبعا. إذا ما في مال احتمال الشخص يموت فهذا شيء يدخل في التعداد والسكان أنا عارف أن موضوع السكان له خص بالديموغرافيا صحيح والمال ما له خص بس حلقة اليوم ضروري يجيب فيها المعلومة هذه يا محمد حلقة جغرافيا ما أجيب لك يعني أنت قلت لي حين أموات وقلت لي إسلام ما قلت لك جغرافيا شلون إسلام مسيحية شلون عمرك لما درست الجغرافيا في المدارس حكوا لك عن المال في الموضوع وأنت معلومتك من شوي حلقة الشريعة ما شاء الله عليك مسيحية والإسلام كم وصلها وما أدري وشو دخلت حتى في الهند والصينيين وقلنا والفلبين قلنا هلا وسهلا كل شيء جبت انت يعني مشيت لك اياها فمش لي هذه نشهد الله انت تبي تتحكم انا ايش اقول وانت تقول بصراحه ما كان هذا هدفي يعني بصراحه المعلومه حلوه ولا لا حلوه جميله بس تاكد ما كانها اليوم ولا هذه حلقه المال اثنين الاغنياء تذكر حلقه اغنياء في الموسم الاول هذه الثانيه بس انت قلت ما بتسوون حلقه ثانيه مال فانا قلت نعملها يا عبد انت جبتها بالغصب حطيتها هون معلومه الاول كانت 6.2 هاي كم حلو المعلومة أنا قلت الموسم الخامس آخر الحلقة هذه آخر حلقة كم التقييم؟ سلام علي 7.3 أنا كويس أنا إنسان منيح نعم أنا إنسان منيح منيح جدا والله خميسك منيح بعد أنا إنسان منيح يا عبد الله إذا جيت أكتب معلوماتي أحب إني أكون متكي في قهوة اخترت هالمرة إني أقعد في فلو كافيه اللي في الويست ووك قعدتهم برا حلوة والطلب أمريكانو ليش لازم تيجي للراعي الذهبي فلو كافيه رسميا مجموعة واسعة من مشروبات القهوة المصنوعة من أجود أنواع حبوب القهوة إذا ما لك خاطر تطلع وتروح المطعم وتاكل عندهم ترى التوصيل موجود مع كل أبليكيشنات التوصيل في قطر والترميس الجبارة تبعتهم هاي راح أطلبها في الأربع حلقات الخاصة بتحدي المعلومات احنا يا عبد الله صارنا سنتين من الموسم الاول بنتكلم من 3 سنين بنتكلم بنقول بدنا نسافر على اي دوله امريكا ما رحناش لحد الان لانه اجسامنا مالها صغيره عبد الله انت قبل اسبوع وين كنت في اي دوله انا مسكر على الموضوع انت ما حكيت عشان اروح امريكا كنت في موسكو كان في روسيا يا اخوان نعم. والان معلومه عن روسيا وامريكا ايش عبد الله نقدر نسافر من روسيا امريكا او من امريكا على روسيا مشي على الاقدام مستحيل صعب بينفعش بالفلسطيني بينفعش كذا شوي هاي ثاني معلومه لك في تحدي المعلومات عن امريكا وروسيا لاحظت تذكر الاسكا نعم الاسكا نعم الاسكا كانت في اي حلقه الاسكا كانت روسيه وبيعت لامريكا كانت في اي حلقه حلقه العقارات والاراضي حضرتها شفتها ولا لا حضرتها
كيف شكلك كنت مش حاضرها؟ جاوبني على السؤال يا عبد الله، نمشي من روسيا لامريكا او من امريكا لروسيا ماشي؟ ما بصير اكيد، لو بدنا نروح ما بينهم شو نسوي؟ للطياره. ولكن بتعرف يا عبد الله بدنا نسافر من موسكو لنيويورك بدنا طياره كم تاخذ في الوقت؟ كم وقت؟ كم بدنا؟ صراحه ما ضلنا بالجو فوق كم؟ الجو 10 ساعات 10 ساعات هاي في الارض اوكي هيك بالجو احنا قاعدين هيك 10 ساعات عبد الله 10 ساعات عشان نوصل اوكي اوكي يعني كثير. مثل من قطر لين بالي كثير بعيد كثير ما بنقدر ما بنقدرش ولكن هل في طريقه ثانيه ممكن نروح فعلا مشي معقول انا مش بقى بحكي كلام صعب كثير مستحيل يصير مستحيل لا وايش انت خد الغريب في الموضوع روسيا وامريكا ايش دخلت دولتين مفصولتين عن بعض ايرور بصير عندك حروب بينهم اصلا حروب بكرهم بعض من 70 80 سنه بتقاتلوا من يروح على الفضاء ومشاكل من عنده سلاح نووي اكثر في مشاكل بحبوش بعض بحبوش بعض طب يا عبد الله تعال اصدمك بهالمعلومه الغريبه العجيبه يا مشي قبل المشي يا عبد الله انت يا عبد الله بتجيب الخريطه الاعتياديه ونحطها قدامنا اوكي روسيا هني اقصى اليمين روسيا واقصى اليسار بتلاقي امريكا ابعد عن بعض كثير لا ولكن لا رجلنا الكوره بيضاويه فلو لفيتهم من ورا تطلع من ورا في بينهم محيط شاسع مخيف مي كثير لونها ازرق ولكن يا عبد الله ادخل زوم زوم روح بالخريطه زوم زوم وادخل رحنا ستجد انه في النص في الميه في جزيرتين قريبات على بعض كثير جزيره اسمها دايوميد الصغرى وهي تابعه لولايه الاسكا الامريكيه ودايوميد الكبرى وهي تابعة لروسيا المسافة بين هدول الجزيرتين 3.8 كيلو فقط قريب قريبات على بعض ولكنهم في المي دايما الصغرى تحت السيطرة الأمريكية أوكي. الله يجعل حد يقرب عليها حلو. أمريكية واضح دايما الكبرى روسيا الله يجعل حد يقرب عليها بس هاي جزيرتين أروح مشي شلون صح؟ شلون يا رياض قسم بالله شلون ما يصير بالضبط شلون أغرق قسم بالله أغرق صح أغرق يا رياض ما يصير ولكن في فصل الشتاء يا عبد الله وعند انخفاض درجات الحرارة الموسم السابع والله معلومات شيء ولكن يا عبد الله في فصل الشتاء وعند انخفاض درجات الحرارة شو بصير في المي اللي بينهم؟ إنها تتحول إلى جليد. أنا متوقع سير استفهام. جليد. جليد بتصير كله جليد. ما نخص الانخفاض. أوكي يعني. جليد وبالتالي تقدر تمشي من دايمود الصغرى للكبرى. شو ماشي ماشي تواري وش دعوة لا. كم تأخذ معك؟ 40 دقيقة. 3.8 كيلو نمشي مشي 40 دقيقة بس نمشي ورب الكعبة يعني من روسيا لين أمريكا لحظة علميا أنا حكيت صح ولا غلط أنا حكيت صح بحكي صح ولا غلط علميا ورب الكعبة هذه لروسيا وهذه لأمريكا ورب الكعبة ورب الكعبة يلا حسيت لغز شوي بس كيف يعني روسيا أقرب لأمريكا من قطر للبحرين ايش دخل صح والله دخل. والله والله وربك صح وهيك بكون اعطيتك معلومه خرافيه غريبه عجيبه صادمه لكل المشاهدين ولك يا عبد الله عن اكثر دولتين مولعات من بعض وبيكرهوا بعض وبطيقوش بعض معلومتك جميله والله يا محمد صراحه يعني غريبه غريبه شوي ثلج وتمشي و حركات يعني فيها جغرافيا صراحه فيها جغرافيا تحاول لي اي والله بدي جغرافيا ليك ايش انا بدي جغرافيا بحب الجغرافيا وانا ما احب اظلم والله يا محمد نعم نعم والله اني ما احب اظلم 7.5 نعم والله حلوه معلومتي هذه يا محمد لازم انتوا المتابعين الحين تلبسون جاكيتات ليه؟ لاني باخذكم في رحله الى مكان اتحدى راح اكلمك يا محمد عن ابرد مدينه ماهوله بالسكان الكل الحين بيقول لي قطب ما ادري وين لا 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 انا اكلمك عن مكان يسكنون فيه الناس جميل في وين هالمكان سولفت عنه شوي الاسكا روسيا اسم المدينه اويمياكون شو الاسم هذا الغريب اسم غريب بس ما راح تنساه وتشوف السكان اللي هناك شلون عايشين شو جابرهم اي والله اي والله كم شخص؟ قديش؟ 500 شخص يا باي يطلعوا يا عمي كم درجة الحرارة؟ قديش؟ أكلمك عن شهر 7 حر كثير إيه كم عندنا؟ كأس العالم نظموه في شهر 7 و6 إيه روسيا لأنه بيعتبر معتدل الجو عندهم يعني إيه يعني كانت إيه درجة الحرارة شيء 20 نعم نعم, نعم 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 درجة الحرارة في شهر 7 -9 يا درجة سيليزية يا عفوي -9 وهي بالنسبة لهم ترى دفى جو زين على الأقل يقدرون يطلعون يمشون ماشي وشهر 1 قديش؟ لكن في الشتاء ايش؟ توصل درجة الحرارة قديش؟ إلى -67 درجة سيليزية نفسي أجرب شوي وعلى فكرة تبي تجرب والله أوكي. يعني تبي تزور المنطقة هذه والله نفسي يوم بس طالما إنك تبي تزورها لازم أقول لك شنو الجداول اللي فيها قول لي يا رب في شيء حلو أسويه وايد ملل لا وايد ملل عتم كثير يعني 500 شخص بيبني لهم مدينة ملاهي مثلا لا طب شو تدري ايش عندهم؟ اقعد على نار محل واحد مدرسة واحدة لا والمدرسة تسكر أول ما توصل درجة الحرارة أقل من -50 خافوا على الأولاد من حقهم طبعا لا ركز متى خافوا عليهم؟ في -50 في -50 احنا -10 السنسون يبس السنسون يعني شلون بتشيل سنسون بالفلسطيني مصيبة لا بعرف بس بقدرش أحكي مش راضي أحكي طبعا ما في أي خطوط ماي ما في أي خطوط مجاري لأن كل شيء يتيبس يعني التعشى تروح شو شو بقى شو صار وينه
وين وين نودي؟ تجمد خلاص وين تودي؟ طب وين نودي؟ بيذوب. طب شو نزوي؟ طب برد فيش ريحة. بس بيذوب لا إذا ذاب ريحة. أنا بس قاعد أفكر الحين هل هو مثلا يخلص شغلته؟ نعم. ويجهز المطرقة مثلا؟ تخيل. طخ. يعني احنا متعودين لما الله يعزك الولد يطلع من الحمام نظفت وراك في روسيا كسرت وراك. انا اللي مستفزني يا عبد الله لو عددهم كبير بنقول خلاص مجبرين عليها. اي والله مش قادرين يطلعوا 500 قطيه وسافروا عن جد اطلعوا طيرتين طيرتين يا زلمه والله طيرتين بودي على مكان ثاني ادفع طيرتين. ليش متشبثين فيها ارض الاجداد ولا ايش بالضبط؟ 100% صح كلامك هي ارض الاجداد. اللي صار من خلال حقبه الاتحاد السوفيتي عرضت الحكومه على الناس اللي ساكنين في هذه المناطق البارده اموال ومبالغ عاليه مقابل ان الدوله يكون لها نفوذ في هذه المناطق وما تكون مناطق فاضيه يكون فيها ناس قتلت. يعني بالعربي كانك تداوم في مكان خطير يقول لك بدل خطوره بدل تنقل هم عندهم بدل كان عندهم بدلات فصار فيها سكان من ذاك الوقت وهذا الشيء استمر للاجيال الحاليه والمستقبليه. والسكان على فكره اللي انت تقول شو مقعدهم مستمتعين وفخورين جدا انهم ساكنين في هذه المنطقه اللي يشوفونها اعتزاز لهم وفخر لان هذا موطنهم. قتلتهم الحكومه يا رجل انت بتعرف هذا ما قتلتهم قتلتهم تبي تطلع اطلع انا بعطيك هالكثر اذا قعدت. شايف عبد الله ايش بذكرني؟ وشو؟ الاستيطان الذي تقوم به دوله الاحتلال في فلسطين. بقول لهم اطلعوا من المدن المرفهه احنا عاملين لكم اياها وعيشوا بين الفلسطينيين تحت ما يسمى مستوطنه بنعطيكم مستوطنه وبندفع لكم المال بس روحوا عيشوا عندهم فهمت كيف؟ تغلغلوا بينهم تغلغلوا بينهم وهذا بيعرضهم لاشتباكات ومشادات ومشاكل كثيره مع الفلسطينيين اللي هم اصحاب البلد الاصليين صح صح صح. بس في سبيل انهم يعيشوا ويثبتوا لهم رجل هناك. ما اقوى التشبيه اللي انا جبته تنساهوش لو سمحت انت لا تنساه لما تقيمني حط في بالي حط في بالي. طبعا احنا قلنا يا محمد ان هالمدينه ما فيها لا انابيب مياه ولا انابيب مجاري ليش؟ ليش؟ لانه بيتجمد صح ما في فايده راح يتجمد داخل وخذ باقي المعاناه اللي يعيشونها يعني صراحه فعلا الحياه صعبه فعلا الحكومه مضطره انها تعطيهم فلوس اكثر اعطيك بس معاناه سريعه كذي اذا عندك سياره طبعا مستحيل انك توقفها برا ليه؟ لان الزيت اللي داخل السياره يتجمد لا اله من البروده وإذا عندك مشوار أول الصباح من في الليل الدكسل شغل السيارة ليش؟ ليش هالمعاناة؟ بديش مصاري بديش هالمصاري يلعنها بالمعاناة هذا أنت كل يوم تعاني مع اليوتيوب عشان المصاري الحين صار بدكش المصاري اتصور لي الفجر تحدي المعلومات وبدكش مصاري بس يا عبد الله شغل مش حياة هذا حياة روتين حياة أقل درجة حرارة سجلت في هذه المنطقة سالب 71 درجة سيليزية وما ماتوا عاشوا تأقلموا خلص الحياة يا محمد أغلبها ليل ظلام أقصر الليالي في السنة كم مدة الليل؟ كم؟ في اليوم 21 ساعة الأقصر هو أنه يكون عندهم تقريبا 3 ساعات شمس باقي ليل عتمه هذا الأقصر لأن أوقات تمر عليهم يوم يومين يمكن 3 ليل لا يرى الشمس لا يرى الشمس على الإطلاق طبعا لما تكون ساكن في هذه المدينة يا محمد ما ينفع أنك تكون نباتي روعة والله من نباتي أروع أنا والله إني بحبش النبات أنا مرتاح بحبش إيش أخضر باكلش باكلش إيش أخضر لأن طبعا المحاصيل الزراعية هناك ما تستحمل المعيشة أبدا ما بتحمل ما بتحمل على الإطلاق معلومة نار يا محمد وايد باردة بس نار فاهم قيمها أبرد منطقة في العالم يسكنونها الناس نعم مأهولة بالسكان سلم علي عنوان جديد جميلة عنوان جديد أشهد بالله أنها جميلة أشهد بالله عربة. سلم علي عبد الله هاي معلوم من قلب الجغرافيا والسكان 7.7 روعة سلام يا علي نعم قمنا نحب الفصل ندور فصل 7.7 ندور أنا إنسان منصف تعرفني يعني عبد الله أنا أعطيك معلومة حلوة وطريفة وسريعة وأظن والله تعالى أعلى وأعلم إنك راح تعطيني عليها تقييم عالي المفروض إنه أنت إنسان كويس أنا بعملك تقييم كويس لا ضبط لا ضبط ورب الكعبة إنك ابن زلم ومرة كويسين طيب خذ تقييم 9 يا شيخ والله إن أمك وأبوك ناس محترمين يشهد الله وأهلك جميعا والله الشاهد في الموضوع بتشوف عبد الله أحيانا في الأفلام سفينة موجودة في وسط المحيط والمي بتقول يا الله قديش اليابسه بعيده عنهم ما فيش يابسه تطلع فيش يابسه والله صح هذا هو محور موضوعي ونقطتي الان ومعلومتي يا عبد الله راح احكي لك عن ابعد نقطه في المي عن اليابس يعني لو حطيتك في هاي النقطه بعيد. ورب الكعبه ما ترجع سباحه ورب الكعبه ترجع سباحه بعيد اليابسه بعيد 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 ابعد نقطه في الدنيا صرت ابي اعرف المسافه اليابس المسافه يا عبد الله بتتوقع كم 100 كيلو 200 كيلو 250 لا ورب الكعبه انه قليل اللي حكيته 500 1000 2000 محمد المسافة يا عبد الله هي 2688 كيلو يعني من الدوحة كأني لإسطنبول مية هي نقطة في الماء اخترع لها العلماء اسم نيمو السمكة؟ لا ورب الكعبة اسم النقطة هاي نيمو اوكي على بالي على اسم السمكة اسم اسم نلعب لعبة يا اخوان يا اخوان فريق المونتاج المغربي حطوا لنا الإحداثيات هاي شوفوا هاي الإحداثيات أرقام معقدة ورب الكعبة مش حافظها أنا مش حافظها لو حطيت هذه الأرقام في جوجل مابس ودخلت دخلت بيعطيك المنطقة هاي بيعطيك المنطقة ستجد منطقة يا عبد الله في نص المية موجودة ما بين القطب الجنوبي المتجمد أوكي. وما بين طرف قارة أمريكا الجنوبية من طرف تشيلي وعند كمان نيوزيلندا ما بينهم أوكي. موجودة نقطة نيمو ولكنها
نقطة بعيدة كثير يا عبد الله في نص المية. فيش يابس أبدا ما فيش يابس. أنت وين؟ طلع إيش؟ قلت في بستاشيو والله العظيم. لأني شربت سحلب قبل ما أحكي المعلومة. يقول معلوم كن عقب تكلم. وعلى ذلك يا عبد الله تخيل أنا وياك راكبين في سفينة أو في قارب وانقطع بنا الحال في نقطة نيمو. اوكي شو راح يصير فينا يا عبد الله؟ بنضيع ما بنرجع ومي كتير ومي مالح حتى مش صالح للشرب وتحت في حيوانات في المحيط الهادئ احنا قاعدين حيوانات مفترسه تحت يا عبد الله يا عفو الله وين نوصل يا عبد الله ايش نسبح مين حينقذنا مين حيجينا يا عبد الله لازم نعمل هلب للطيارات هاي كلها قصه المعلومه وين نيمو المعلومه نيمو يعني المعلومه خالصه من اول جمله ابعد نقطه عن اي يابس في البحر موجوده نعم محمد انت خلص معلومتك في اول جمله الباقي كلها قصه علم بحكي علم قاعد انا العلم انه بحر كنت تعرفها كنت تعرفها يعني كنت تعرفها لا بس انا كنت اعرف ان الكره بيضاويه اما تحكي انا كنت اعرف ان الكره بيضاويه انا بعرف فيلم نيمو مالوش دخل مالوش دخل اوكي يلا قيم نقطه نيمو هي ابعد نقطه عن اي يابس على الارض سجل عندك ازق معلومه في تاريخ تحدي المعلومات يعني تدري معلومتك عباره عن نعم. ابعد نقطه عن اليابسه اسمها نيمو المسافه كذا 1600 كيلو تخيل اي شيء ثاني قلته بهرت شرحت وين موجود سلم علي و... بسرعه عبد الله مالك عيونك اخيرا عيونك بتقول شيء سيء لا بالعكس قيمني يلا 6.1 انا حبيت التنوع في معلوماتنا يا محمد نعم. تكلمنا عن الماي نعم. وتكلمنا عن ابرد منطقه وين الحراره وين الصحراء معلومتي هذه هل تعلم حقائق عن الصحراء الكبرى وهي أكبر صحراء حارة في العالم طيب يا محمد أنا ليش قلت لك أكبر صحراء حارة في العالم ما قلت لك أكبر صحراء في العالم لأنه هي ليست الأكبر بس الأكثر حرارة الله عليك لأن أكبر صحراء في العالم باردة تكلمنا عنها في حلقة الاكتشافات معلومة القارة القطبية الجنوبية لكن في الصحاري الحارة الصحراء الكبرى هي أكبر صحراء في التاريخ الصحراء الكبرى عاد انت مينون جغرافيا اتوقع انك عارف مكانها وين بالضبط هي صحراء قاحله موجوده في افريقيا في اكثر من دوله صحيح في شمال افريقيا مصر المغرب تونس ليبيا الجزائر السودان موريتانيا تشاد مالي النيجر طاغت طاغت بعنفوانا صحراء عملاقه في 10 دول كم مساحتها 9.4 مليون كيلومتر مربع يعني نتكلم عن 4 مرات السعودية تقريبا لا عندي مثال أقوى اسمع أنت تتكلم عن مساحة قد مساحة أمريكا أو الصين المساحة مخيفة وضخمة لما أقول لك قد أمريكا صحراء ولذلك قلت طبعا لازم هالمعلومة تكون موجودة بحلقة اليوم أشهد أنه مكانها أشهد أنه مكانها تبي معلومة جامدة؟ هل تعلم أيوة. أن الصحراء الكبرى تشكل كم بالمئة من اليابسة في الكرة الأرضية كلها؟ كم؟ كم من اليابسة هي ماخذة؟ 8% من اليابسة اللي موجودة على الكرة الأرضية 8% الصحراء الكبرى خل أعطيك سلخ كذي ورا بعض حقائق عن الصحراء الكبرى متعنا يلا أول معلومة طبعاً لأنها صحراء فالأغلب حاط في باله أنها كثبان رملية وطعوس ورمل رمل كثير وايد لون بني غير صحيح الكلام هذي أغلبها أرض صخرية يعني الصخور هي اللي تملى الأرض هذه وفيها طبعاً شوي كثبان رملية أنت شفت كثبان رملية طبعاً حتى في قطر عندنا في سيرين نعم شفت نعم كثبان نعم رملية نعم نعم زين نعم في الصحراء الكبرى تصل الكثبان الرملية إلى أي ارتفاع إذا بالغت حكي 30 متر مثلاً فوق 50 متر بالغت ما في دبلها 100 متر فوق جبل من الكثبان الرملية فوق 100 متر اطلع فوق 140 فوق 200 والله العظيم فوق مستحيل بديش ألعب خلاص بديش ألعب أنا منسحب شفت إن معلومتي وايد قوية مستحيل خطأ في خطأ علمية تتكلم زي ممكن تطلع فوق مستحيل أنت كم قلت 200 200 وتلي فوق 200 متر أطلع فوق كم قلت 200 دبلها رمل أكثر من 400 متر مستحيل 4 ملاعب كرة قدم فوق بعض مستحيل 430 متر بدي أشوف فوق بدي أشوف الأرض بدي أشوف مش مرتاح لك المتابعين قاعدين يشوفون الحين ومستمتعين بالفيديوهات اللي طالعة ارتفاع الكثبان الرملية في الصحراء الكبرى مثل ارتفاع البرجين الضخام عرفتهم اللي في كوالالمبور بترونس نفس الارتفاع وأجين هذه معلومة صادمة لك وللمتابعين إيش كلمة صحراء تجيب لك جفاف كتير تسمع الصحراء تعطش نعم كثير ناس بتضيع بتموت لكن الصحراء الكبرى هذه ايش فيها فيها حوالي 20 بحيرة بس على فكره كلهم الحين الا واحده عذبه بس ترى حر الحراره في اقصى مراحلها توصل الى 58 درجه ايش في الخليج بنجيبها نجيبها بنجيبها في الخليج اقسم بالله إيه بس الخليج عندنا مكيفات هناك ما في فهم بس على فكره إيش. انا اكلمك عن الصيف ايوه كلنا ندري ان الصحراء في الصيف حر نعم وفي الشتاء برد برد في مناطق كثيره في الشتاء توصل درجه حراره فيها إلى تحت الصفر وعلى فكرة ينزل فيها ثلج خسر الخليج يعني خسرنا في الحر وفي البرد وبعد لما تسمع كلمة صحراء الناس تجي في بالها إنه ما فيها ناس صحراء بس فاضية بس عصر عصر ملل عصر فيش حياة العصر تدري كم شخص ساكن؟
كم؟ انت تقول ملل، ما في اشخاص؟ ما فيش ولاد بيرسموا على طرف البحيره. لا هاي في المدينه اللي في روسيا اللي فيها 500 شخص، هذه فيها 2 مليون شخص. جبابرة عرب سمر خرافيين بيستحملوا الحر والبرد. بيستحملوا جبابرة، مو بس عرب. عرب امازيغ. عاشق الامازيغ. ليش؟ قطة فلسطينية هاي ما فهمتها. نكتة فلسطينية. بيزعلوا بيزعلوا. بحب الامازيغ. بحب الامازيغ. وطبعا في غيرهم من شعوب الصحراء، طبعا هي موطن للحيوانات الصحراوية واشهرهم الكمل. ليش سفينة الصحراء؟ يعني خليج وشذي. لا لا طبعا الجمل سفينة صحراء جبار بيعرفش كثير بس بيلعبش. يسوي كذا عطش. بعطيك شيء غريب. ايش؟ اكتشفوا في هذه الصحراء ايش؟ بقايا ديناصورات. انا ما ادري شخص يقولون بقايا يعني اظافر ما ادري يعني، بس انه في بقايا ديناصورات، بس في جانب سوداوي في الصحراء هذه. ايش الموضوع؟ الناس فجأة تختفي، فجأة تموت، وغالبا تصير لأي ناس؟ المهاجرين. معوش. اللي بيطلع من دولة لدولة ويمر على هذه الصحراء. ليش معوش جوجل مابس؟ مابس؟ ما في سيجنال يا محمد. ليه طب يزبطوها؟ لا تستهبل محمد، انت في الدوحة تحت النفق ما تلقى رسالة، شنو الصحراء الكبرى ايش مالك يا اخي؟ ما في ترى اريد. طب تدخلهاش، مش قادر تدخلهاش. يبي يعبر يبي يختصر عدو. يدلون يا محمد يدلون. بس عاد الحالات هذه متى تصير؟ تخيل انت بسيارتك توقف السياره في النص. وقفت السياره في النص شو بتسوي؟ قريب في الصحراء اللي في السعوديه يموتون من العطش. سمعت. من العطش. نعم. ما بالك في الصحراء الكبرى اللي مساحتها قد امريكا، طبيعي جدا في ناس يموتون. اعطيك قصه. اسمع، اول معلومه لازم تعرفها اللي تخوف وايد. تدرون ان في سنه 2014 كاس العالم كان في البرازيل، فاز في المانيا يوم رصون 8. نعم في 14/7. اي والله. عدد المفقودين في 2014 بس 5600 شخص. صارت مصيبة هذه في اليوم أكثر من 10. واحدة من أشهر الحالات صارت في ديسمبر 2022. كأس العالم. لا أدري أمي تدري. كأس العالم عندنا في قطر. ورب الكعبة كأس العالم وصلنا النهائي. يشهد الله وصلنا النهائي. وزعلت كثير. وبعدين كاميرا بابا عثروا على شاحنة، يمكن تتذكر السالفة، فيها 27 شخص من المهاجرين كلهم ميتين. تخيلت المشهد والله. والله مشهد صعب، وللأسف في بينهم أطفال. تدري عثروا عليهم متى؟ ضيعين صار قديش يعني؟ يعني أنا ما أدري شلون تعرفوا على أشكالهم صراحة. عثروا عليهم بعد 17 شهر من فقدانهم. في وين؟ منطقة قريبة من تشاد. ولذلك معروفة الصحراء الكبرى أنها مكان خطير، ومو بأي حد يدخله يطلع منه سالم، وبالذات أهلنا في المغرب العربي يعرفون هالشيء عدل، وما يدخلون الصحراء هذه إلا وهم عاملين احتياطاتهم كاملة. قيمني يا محمد. معلوم. فصلت لك الصحراء. معلومة جبارة، معلومة جبارة جغرافية. مكان حلقة يوم سلم علي 7.9. أنا منصف. قربنا صوب الثمانية زين. النمر المقنع من وين يا عبد الله؟ من العراق. لا مش من العراق. شكو يا ريال قسم بالله. داخل اللي دبلج سوري. اللي دبلج سوري صح؟ ايه. بس أنا بسأل الأصل، النمر المقنع الأصلي من وين؟ إنه مصارع أمريكي. من وين النمر المقنع؟ مين عامله؟ اليابان. طبعا اليابان. وانا جاي اتكلمك عن اليابان وبالتحديد عن عاصمة اليابان انها طوكيو. هل تعلم يا عبد الله ان طوكيو هي المدينة الاكثر تعداد سكاني في العالم؟ اكثر مدينة في العالم فيها سكان. بس السؤال، كم عدد السكان في طوكيو؟ وربك عم ترتعب، معلومة مرعبة جدا. لحظة شوي، انا اسف انا لخبطت. اكثر سكان في الفلبين من قبل شوي انت قلت. اضعفك يا عبد الله، اضعفك. الفلبين مانيلا اكثر كثافة سكانية في منطقة جوا الفلبين. شو الكثافة؟ شعر؟ ما فهمت. اشرح لك شو الكثافة السكانية. إيه صح. عدد ناس كبير في منطقة صغيرة، هذه نسبة وتناسب. نتكلم عن من عن عدد المدينة. عدد الآن، عدد في المدينة، أكثر مدينة في العالم فيها بشر، ناس، روس، حياة. أكثر عاصمة في العالم. أكثر مدينة في العالم. خلاص أوكي تمام. إنها طوكيو فيها 37 مليون نسمة. ركز. بس طوكيو. بس طوكيو. بتكلم عن مدينة ورب الكعبة، لا أتكلم عن دولة. 37 مليون إنسان، وهذا كلام ورقم مرعب جدا يا عبد الله. وهم بيجي السؤال، في هذا العدد المهول من البشر كيف تقدر الحكومة اليابانية إنها تسيطر عليهم؟ كيف تقدر تعمل لهم نظام ينظم حياتهم؟ أي والله زحمة. هدول كم لتر ماء بيستخدموا يوميا؟ هدول كم كمية الفضلات الله يعزك يعني اللي بيطلعوها يوميا يعني؟ صح؟ يعني انت دخلت عميق في المعلومه. لا تقروا عميق. طب هدول لا عاد الياباني ايش بياكل؟ سوشي. يكفي 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 والله. اسمع مني، 37 مليون حفرتين بس. بدك تحط في اعتبارك انه الحياه في اليابان جباره، مستوى المعيشه جبار. انمي عندهم تقدم كبير. تايتن. شو دخل؟ بتكلم عن البنيه التحتيه، التطور العمراني والبنيان اللي طبعًا عندهم. طبعًا اليابان. تقدم تكنولوجي كوكب الياباني. طبعا نعم. تقدم تكنولوجي مخيف. كيف بيقدروا يسيطروا على هذا الموضوع؟ الان ساشرح لك عن طوكيو العنيفه. ايش تعمل ملل؟ بتقول لي شلون عايشين حياتهم؟ لا، كيف قدر الحكومه تسيطر عليهم. يلا. واحد من اقوى الاشياء يا عبد الله في طوكيو بلفت انتباهك اللي رحت عليها، مخيف مخيف، شبكه المواصلات اللي عندهم عشان تخدم 37 مليون انسان في طبعًا المدينه. طبعا تعرف عبد الله شبكه المواصلات تحت فيها شيء مخيف مخيف مخيف. لا طبعا الجرافيكس قاعد بيلعب. انت عارف يا عبد الله انه الحكومه اليابانيه صرفت على
شبكة المواصلات من سنة 2013 لسنة 2021 158 مليار دولار. واو، انت تخيلت الرقم المخيف؟ طب خذ، ترى تقريبا صرفنا مثله في قطر حق كاس العالم. هذا بس لسنة 2021. من سنة 2021 لسنة 2030 التسع سنين هذه يا عبد الله، وين بيخترعون خطوط زياده؟ فيها 94 مليار زياده ليخدموا خطوطهم. عندهم 2030، عندهم خطوطهم كمان 2030. طبعا هذه 158 مليار، وال94 مليار غير ما دفع وصرف قبل 2013. يا عفو الله، مش طبيعي، مش طبيعي، مش طبيعي. بيعشق هذا الموضوع طبعا. ليش؟ لان يا عبد الله شبكه المواصلات هي اللي بتبين لك قوه وتطور البنيه التحتيه في هذا البلد. والله صح. طيب عبد الله كمان بعدد سكان مخيف ومهول كما هذا، وين بدي اسكنهم؟ وين بدي اعيشهم؟ ولذلك طوكيو مليانه ايش؟ ناطحات، أبراج، سحاب، أبراج، بنيان عالي فوق جدا. اسكن، روح عني في منطقة جغرافية صغيرة، سكن أكبر عدد من الناس. أنا قاعد أخاف لو جاهم زلزال، بس مستحيل ما يجي ذاك الصوب. أكثر بلد في العالم فيها زلازل اليابان، تأتي على خط زلازل المخيف. وعشان قلنا في حلقة العقارات إنه بالعكس طوكيو من تعتبر من المدن الجديدة ما في مبنى أكثر من 30 عام، لأن الناس بتعزف تروح على مبنى. كله ضد الزلازل وضد الكوارث. كله جداد، مظنة جدد، مظنة جدد. اللي بعده، اللي بعده يا عبد الله، دكتور في عبد الله، إنه 14% من سكان طوكيو يتنقل يوميا عبر السياكل، البسكليتات، البايسيكل. أمستردام، أمستردام أو هولندا بشكل عام هي أكثر دولة في العالم تستخدم البسكليتات، فيها أكبر عدد بسكليتات. ولكن بالنسبة لطوكيو 14% من السكان بتنقلوا بالبسكليتات أو الدراجات الهوائية، لأن الحكومة جهزت لهم مسارات خاصة في كل الشوارع والأحياء. بسكليتات، سوق بسكليتة، سوق سيكل، سوق سيكل، سوق سيكل. حيخطر على بالك عبد الله إنه بعدد سكان كبير كما هذا المفروض إنه معدل الجريمة عالي في طوكيو. غير صحيح. هل تعلم إنه طوكيو تعتبر من أكثر المدن أمانا في العالم؟ أمان عالي، كلام كبير، كلام كبير ومتوقع من الشعب الياباني اللطيف. وطبعا يا عبد الله طوكيو فيها اكثر من 100 الف فيندينج ماشين. اوه، المكان اللي تعطيك اكل، تعطيك شراب، تعطيك. نعم نعم نعم. وعندهم لا فيندينج ماشين، عندهم متطور، متطور مخيف اللي عندهم، اكل فريش ينزل. مخيف يا عبد الله، طغوا طغوا في هذا الموضوع، طغوا عشان العدد كبير، بدي امن سبل الحياه الطبيعيه. طبعا اسهل، اسهل وبسرعه الفكره، اسهل حياه البشر. ايوه مش طبيعي. والان الختام بمعلومه جبار تتفرد بها طوكيو. عبد الله انت بتعرف يا عبد الله ان طوكيو مدينه معرضه للفيضانات كثير، بينزل عليها مطر كثير، بينزل عليها سونامي وشي يعني. فالطبيعي انه تكون عندها شبكات الصرف الصحي عملاقه. ولكن فيها اكبر قناه لتفريغ الامطار في العالم يا عبد الله، الاكبر، رقم واحد على مستوى العالم. طول القناه كم امتدادها؟ 6.3 كيلومتر، امتداد قناه مائيه. ما يهمني طول، ابي العمق. لا خذ الحجم، كم تستوعب؟ 540 الف متر مكعب، ما يساوي 216 مسبح أولمبي. قيم يا عبد الله، طوكيو العنيفة الأكثر سكانا في العالم. والله استمتعت، أنا حلفت إني استمتعت، وقطاتي كانت نار. مالت نعم. السوشي أشهد، أشهد بالله، والله حلو بصراحة. 8 شكرا. والله شكرا عبيبي، والله شكرا. تسلم يا أخوي، تسلم حلقتك. تسلم، تسلم يا أخوي، شكرا. في معلومتي هذه يا محمد راح أضيف إضافة عجيبة على معلومتك مالت التعداد السكاني، إنه قبل فترة كان التعداد يزيد بشكل كبير. نعم. والحين بدأ يقل. قلينا. أنا راح أقول لك واحدة من الأسباب الرئيسية اللي خلت التعداد السكاني يقل، وراح يقل أكثر في المستقبل بعد. شو خوفتني؟ هل تعلم يا محمد إن البشر اللي أعمارهم 65 فما فوق راح يتضاعف عددهم في السنوات القادمة؟ جميل جميل، حياة حلو، خليهم خليهم يعيشوا ينبسطوا. تدري ليش؟ ليه؟ لأنك مسلم طيب. طبعاً. ولأني مسلم طيب. احنا نقدر الشيبان. نعم. ونقدر العجايز ونحترمهم وندري انهم البركه في هذه الحياه. نعم، نجلهم ونقدرهم، صحيح. لكن للاسف اسمع شويه حقائق محمد. انا قلت لك في السنوات القادمه. خليني اجيب لك اياها صح. في سنه 2050 عدد، استنى، 2050 فيش فيها كاس عالم، بيكون فيها، استنى، 2050 لا فيها كاس عالم، استنى خلينا احسبها والله. 2050 فيها كاس عالم طبعا، لانه قبلها ب 100 سنه في 1950 كان كاس عالم في البرازيل. في كاس عالم في قطر 2050. معقول يرجعوها مره ثانيه؟ ناخذها مره ثانيه؟ نعم صحيح عبد الله. اي محمد. في سنه 50 شو حيصير؟ البشر اللي اعمارهم 65 فما فوق راح يتضاعف عددهم. عشان يتضاعف يعني كل واحد في زيه واحد دبل، وهذه من الاسباب اللي راح تقلل زياده نمو البشر مع السنين، لان اللي فوق ال 65 اكيد انه اصعب انه يجيب عيال من اللي اصغر. لا لا، شكلكم ما استوعبتوا المعلومه صح، خليني اعطيكم ارقام دقيقه. اليوم ايوه شو، كم شخص عندنا عمره 65 فما فوق في هذا العالم من بين ال 8 مليار؟ كم عددهم؟ 760 مليون شخص. 8.9%. عدد مش بسيط تقريبا، 65 فما فوق. نعم. يعني في سنة 2050 عدد اللي أعمارهم 65 فما فوق مليار ونص، مليار فاصلة ستة شخص عمره 65 فما فوق. يعني تفاعله في الحياة قليل. وقياس على معلومتي أنا أنه إحنا في 2100 يعني بعدها لسه 50 سنة بنكون 11 مليار، بعد شوي 2050 يمكن يكون عددنا 9 مليار، 9 ونص، 10، قربنا. ومليار ونص تقريبا شياب فوق ال 65، مش يعني شياب وعجايز في حريم بعد. شياب وعجايز مش قادرين كثير يتفاعلوا. خلاص توك معاهم وحنين، قربت عليهم؟ لا بحبهم.
وطبعا يا محمد ان في عوامل تساعد على هذا الشيء. أيوة. اولهم تطور الطب والتكنولوجيا، كل شيء متطور ولله الحمد. الحمد لله اغلب الامراض اللي ما كان لها دواء قبل نعم صار لها، صار لها دواء الحمد لله ربنا. وهذا الشيء المفروض انه يكون شيء طيب، بس للاسف اغلب الناس تشوف اللي اعمارهم 65 فما فوق عاله على المجتمع، عاله على هذا الكوكب، انه كبير في السن ما يقدر لا يعطي ولا يتفاعل مثل ما قلت، وفي نفس الوقت مستشفيات وادويه وخسائر. خذها الاحصائيه في 1950 كم كان متوسط عمر الانسان؟ كم؟ 60 سنه. نعم عمر امتي بين 60 و70. الان في زماننا 72. تجبرنا والله. لا شنو تجبرنا؟ لحظه شوي فاهم غلط، وين الجبروت؟ اوكي جبروت في الطب. زين في 2100 82 سنه. يعني لو تفكر فيها حلو، احنا قلنا ان الطب فعلا قاعد يساعد الكبار في السن انهم يعيشون. نعم. بس احنا ليش ما نشوف الخلل الاساسي؟ انه ما في انجاب، ما في ولاده، تزوجوا يا ناس. احكي لحالك يا عبد الله، صار لنا 5 سنين نحكي لك تزوج، تعبنا ورب الكعبه. يعني الناس قبل ما شاء الله بالعشرة اولاد، 15 ولد. عبد الله تشجعش على ذلك برضه الثاني يا عبد الله. عاد محمد انت بتثنين ودقيت بريك. يا عبد الله مو برضه 15 16 كثير يا عبد الله. بجيبوا برمي في الشارع يا عمي وربي يا شارع، بدناش هذا الكلام برضو. يعني يا 15 يا 2 انجب يا محمد. انجب انت. انا ما عندي زوجة، كيف انجب؟ جيبها. قبل ما تقيمني يا محمد، احنا مستحيل نقول ان الكبار في السن يكونون عالة. عمون هم كانوا طبعا، هم البركة وهم اللي الدعوة منهم توفقنا في كل حياتنا. نعم. فالله يخليهم لنا ان شاء الله، لكن الاهم ان ننجب يا محمد، ننجب واثنين ما يكفي. ليش بتسوي لنا يعني ما يعني المرة بتنجب من اذنها؟ تنجب. قيم الانجاب. يلا سلم علي. والله حلوة المعلومة. والله حلوة، يشهد الله انها حلوة. جميل. 7.5 75%. لا متوسط الاعمار قبل. يلا. لا عبد الله في معلومتي هاي راح اقول لك كيف انه احنا البشر بنختار الاماكن اللي نعيش فيها وننشئ فيها حضارات واوطان، وعلى اي اساس شو المعيد اللي نختارها عشان نسكن هون؟ لا نسكن هناك. مبدئيا عبد الله لازم تعرف انه البشر بطبيعتهم بيحبوا يعيشوا في المناطق الحارة والساحلية جنب البحر أكثر ما بيحبوا يعيشوا في المناطق الباردة. وبالدليل لو تفتح الكرة الأرضية وتطلع وين تمركز البشر موجودين، هتلاقيهم في مناطق حارة بالضبط. في المناطق أو على البحر. بس مش في البرد، بيحبوش يعيشوا في البرد، بيحبوش بنحبش نعيش في البرد. ولك مثال دول الخليج كيف كانوا زمان عايشين من دون لا مكيفات ولا شيء، وفي بيوت شعر حر شديد فيش مكيف، ومع ذلك ما بتشعر بشيء، عايشين ومبسوطين وامرنا تمام. ما شلون؟ عايشين خرافه خرافه عايشين. طب يا عبد الله يعني المكيف الوحيد اللي اعرفه قبل الجاريه تسوي كذي. جاريه اشوف المسلسلات القديمه الجاريه تف. لا يا عبد الله ضعيف. شو الدخلة هذه غريبة؟ رباط صليبي. المصيبة مو بهني، المصيبة دخلت سلايدنج على وزن 100 نسيت. كل اي والله كل المتابعين يشوفون فرق بين قبل والحين. تيم المغربي حط لي عز ولا شيء ولا شيء قبل موسمين. زمان مش مع هواية وحكى جملة كلاسيكية، كان الجو اقل حراره، ما كان اقل حراره، بس كان عندهم اساليب للتبريد. مثلا شفت الحصير، الحصير اللي بعد عليه الناس شفته اللي مصنوع من خشب. ايوه هذا بيحطوا عليه رذاذ مي، فبتبخر رذاذ مي ببرد الغرفه. روعه كمان الحاجه ام الاختراع. انا قاعد افكر بقيم من بعدين. الشبابيك زمان كان يحط لك شباك خشب مليان حفر وزخارف. هذا في فكره انه الزخارف البرة صغيره واللي في النص كبيره، هواء بارد هواء حار. كمان ابراج الهواء بتلاقي فيه في البيت او حتى في القلاع. مراوح لا ابراج هواء، بتلاقي برج مفتح. هذا البرج فيه فكره انه في برج بدخل هواء بارد، في برج ثاني بيطلع هواء حار. انت فكر الناس زمان اغبياء، مالك في القران الله عز وجل يقول اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها. تتخيل زمان اذكياء الناس مش اغبياء، فكان في طرق. اقيمك 8 لحظه لا تروح، والله اقيمك والله ورب الكعبه، هي ما يدخل في التقييم ترى، الابداع اللي سواه وممنوع تعيد شيء قاله. بس هو كمل على كلام، يعني اكد على فكره انا كنت اقولها قالها هو. لو نيجي عبد الله نتكلم عن الطبيعه البشريه كخصائص بيولوجيه وفيزيائيه، راح تلاقي انه جسمنا اصلا الله خلقه بيقدر يتحمل الحر اكثر من البرد. ودليل ذلك عبد الله انه في عندنا غدد للتعرق عشان تبرد علينا. وكمان عبد الله لو نظرت الى اجسادنا احنا البشر مقارنه بالكائنات الحيه الاخرى، احنا جلدنا رقيق فبتحمل حر، بتحمل حر. طب تخيل الحيوانات اللي عليها شعر وكذا في المناطق الحارة شو بصير فيها؟ وضعها صعب، بتعرق، بتعش تشكي. عشان كذي سبحان الله اصلا الدب القطبي يجيك في بالضبط يبرد حرك. بس احنا نعتبر جلدنا بسيط يعني بتحمل حر، نقدر نتحمل حر. صحيح. سبب ثاني يا عبد الله هو سهولة الوصول لمصادر المياه العذبة، وانت بتعرف اينما تواجد الماء تواجدت الحياة يا عبد الله. وفي الأماكن الحارة يا عبد الله هناك في محاصيل ومزروعات ونبات وفواكه، فإحنا بنقدر ناكلهم ونعيش عليهم، لأن في المناطق الحارة بتطلع تنمو، بس في المناطق الباردة وين تطلع لك المحاصيل؟ ما في محاصيل، فبالتالي الإنسان شو بصير فيه؟
وهذا على نقيض وعكس تماما المناطق البارده، الميه الميه مجمده مجمد اي والله صح. صعب صعب تطلعها تستفيد منها. طب اسمع يا عبد الله المعلومه الجباره هاي يا عبد الله، بكنا غصب عنا نسكن في المناطق الحاره ونسحب على ام المناطق البارده. الامراض والاوبئه يا عبد الله تنتشر في المناطق البارده. والله نعم، في المناطق الحاره بتموت او يعني تكاد يعني تختفي يعني. اوه طبعا. مره سمعت على ايام الكورونا، طبعا ما ادري الكلام صحيح ولا لا، بس كانت تطلع الاشاعات هذه اللي ترى لا تحاتون في الصيف بتموت الكورونا. بتموت نعم. الكورونا صحيح صحيح. ما ماتت بس الامراض والاوبئه طبعا تكون اقل بكثير من انتشارها في المناطق الباردة. كثر من هالكلام تكفى أرجوك، لأن الناس اللي عايشين في الحر ما يحمدون ربهم، ما يحمدون ربهم، مع أن عندنا حلول وعندنا مكيفات. ودليل على ذلك يا عبد الله إنه مناعة الإنسان في البرد تقل وتضعف، جسم الإنسان بيضعف بيبطل قادر يتحمل البكتيريا والفيروسات، بيبطل قادر مش قادر يتحمل. نمرض في الشتاء. بالضبط. لأنه برد. نعم، مش لأنه برد، لأنه جسمك مناعته أقل. الناس تفكر لأنه صارت الدنيا برد بيزكم الإنسان، لا، مناعة الإنسان بتضعف. بصير سهل إنه يدخل عليه الأوبئة والفيروسات. رفعت رتم تحدي المعلومات. لحظة شوي. عم بتألق. نعم انا لا بتقلك. نعم صحيح. لو تسال اي حد في البرد ليش نمرض؟ لانه برد. لا، جسمك تقل مناعته. ما هو البرد يقلل مناعه الجسم. سن. مش لانه برد لاني بارد، لا، هي الجرثومه نفسها موجوده في الصيف وفي الشتاء. صحيح. بس في الشتاء دخولها سهل. سهل في الصيف الجسم جبار عنيف، وفي الشتاء دخلت. وسبب اخر يا عبد الله انه معظم الحضارات والاديان تتواجد في الاماكن الحاره، والناس عندها تعلق بالاديان والحضارات تظلها دائما متواجده وقريبه منها يا عبد الله. مع انه على الرغم شوف سبحان الله، مع تقدم التكنولوجيا والان تطورت المكيفات والحياه، فصرنا نقدر نعيش سواء في البارد او في الحار. صح. ومع ذلك ما زالت البشريه متواجده في الاماكن الحاره. واعطيك بالدليل يا عبد الله، اكبر دولتين في العالم ايش هم؟ يلا تفضل. يا اشم اكبر دولتين في العالم. تفضل ايش هم اكبر دولتين في العالم؟ يلا تفضل ايش هم؟ روسيا وكندا. وربك عم كلامك صحيح. هالدولتين العملاقات اللي بيمثلوا 17% من اجمالي اليابس في العالم، عدد سكانهم فقط 180 مليون نسمه، بالمقابل دوله زي بنغلاديش عدد سكانها لوحدها 173 مليون لوحدة. بنغلاديش، تعرف بنغلاديش شو بتمثل مساحتها مقارنة بروسيا وكندا؟ 0.5% من مساحة الثنتين. تخيلت؟ انت تخيلت يعني كندا وروسيا بيمثلوا 200 بنغلاديش، ولكن بنغلاديش متساوية معاهم بعدد السكان. معلومتك يا محمد فيها كمية صياعة، بالذات المعلومة الأخيرة هذه. انك تجيب روسيا وكندا وتقارن بنغلاديش، والله العظيم صعقتني. أنا على بالي بتقول روسيا كندا، عقب بتقول مثلا الصين الهند، لا لا لا، روسيا كندا بأحجامهم الكبيرة. عطيتني مثال حي سكتني. يعني أنا كنت بقول لك لا محمد غير صحيح، في ناس يسكنون في المناطق الباردة، بصراحة المناطق حلوة وباردة. لا كلامي غلط طبعا، يسكنون في المناطق الحارة. بنغلاديش بس بنغلاديش بتجيب عدد سكان روسيا وكندا مجتمعين مع بعضهم يا عبد الله. صحيح. طب قيم معلومتي يا عبد الله. والله يا محمد انا كنت يعني بس حاط المعلومه بس. لا البارت الاخير اللي قلته بنفسه تحطه تيك توك بنفسه، وهذا وعد. طيب نعم. اني اجيب فوق المليون مشاهده. وعد وعد. اوكي عمار تسمع ولا زين؟ ما اقدر اتجبر يعني. ابسطني شوي يعني. 7.9 بارك الله فيك. شفنا 8 اليوم صح؟ شفناها مرتين. وهيك بنكون وصلنا لنهاية وختام الحلقة اللي طلبتها. واو، من مواسم أنا مطلوبة يا أخوان حلقة الجغرافيا. كيف، حلوة ولا مش حلوة؟ إن شاء الله إن شاء الله أنكم استمتعتوا. أحلى شيء فيها أن ضفنا السكان مع الجغرافيا، فكملت معنا المعلومات. طبعا لو بدنا نتكلم معلومات في هذا العالم يا أخوان عندنا الكثير الكثير الكثير، ولكن الوقت ما بيسمح إلا 10 معلومات. وفي شيء مهم، أغلب المعلومات هي معلومات معروفة، أكبر دولة، أصغر دولة، أكثر سكان، هذه نعرفها، لكن يملا لكم أشياء صعب عليكم تبحثون عنها، وأتمنى تبحثون أكثر. ليش؟ عشان تجيبون لي معلومة إحنا ما قلناها اليوم وتكتبونها عندي في الانستغرام وتفوزون بالـ1000 دولار اللي بوصلك وين ما كنت فوق أي أرض وتحت أي سماء. من اللي فاز اليوم؟ يلا شوف بسم الله الرحمن الرحيم. استحي أشوفه. يستاهل عليك. يستاهل والله العظيم. يستاهل. ما منطقين أفوز. والله العظيم. منطقين. ملعب بحب الجغرافيا. بحب إعلام الدول. نعم. ما مجبرش سيرتهم اليوم. معقول وصلنا للختام وفي واحد متابعنا وصل لهون لهي النقطة هدا يعمل لايك؟ أو يكون بتابعه مش مشترك أصلاً ولا؟ ما بصير. اللي بتابعه هو مش مشترك، أنا أعتقد إنه عليه ذنب، لأنه أنتوا طلبتوا منه كبياعين إنه أنا السعر بدي إياه منك هو أن تشترك. فإذا ما اشترك هو واحد بيدخل على دكان بياخذ شيبس ما بيدفع. احنا وصلنا مرحلة ان عدم الاشتراك شرعا. نراكم على خير. شلون؟ يلا سلام. امستردام اوكي يا عفو. اوكي تدري انا شايب لك؟ ما ادري. قبل 33000 عام يا عفو الله. قولها. هو يعفو الله بس 33 كان فيها 7 تفلات. 33 بس برضه في حاجه. اخيف مي كثير لونها ازرق. وربك اخذت كوليس يا الشضوي. اخذت كوليس الكعبه هاي في الحلقه نفسها.
يلا يلا يلا. هاي النقطة يا عبد الله اللي اسمها نيمو هي أبعد نقطة عن أي يابسة. حلو حلو هالشيء هالشيء عدته أربع مرات كابتن. عندك شيء ثاني؟ حلو اضحكوا حلو والله حلو والله حلو أرجوك طالبك طلبة طالبك طلبة.